السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا معكم أستاذ جواد بالنحو في تمرين جديد من تمارين المعادلات والمتراجعات المثلثية. إذا في هذا التمرين غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش كنتعاملوا مع معادلات مثلثية تؤول في حلها إلى معادلات من الدرجة الثانية. كذلك غادي نشوفوا كيفاش كنصرفوا في المتراجعات، كيفاش كنديروا جدول الإشارات. إذا هذا في إطار استعداد للفرض. إذا نبدأ على بركة الله. ليكن x من r كلي x تساوي ناقص 2 سينس او كاري x زائد 3 سينس x ناقص 1. بين أن لكل x من r كلي x تساوي 2 سينس x ناقص 1 عامل 1 ناقص سينس ل x. العديد طبعا إذا العديد طبعا سيلجأ إلى استعمال ما يسمى ب تغيير متغير، أنه سيضع x كبيرة تساوي سينس x ويحل المعادلة، رغم أنه فاش قال لك بين أن تترك الطريقة السهلة وتذهب للطريقة الصعبة، إذا ما قال لك بين أن يكفي فقط أن تنشر كيلي x وترى ستعطيك التعبير في الأعلى. إذا لاحظوا لدينا كيلي x تساوي 2 سينس ل x ناقص 1 عامل 1 ناقص سينس لإكس. نحن سننشر ونراها، سنرى النتيجة في الأعلى. إذا 2 سينس إكس في 1 2 سينس إكس، 2 سينس إكس في ناقص سينس إكس هي ناقص 2 سينس إكس أو كاري، ناقص 1 في 1 ناقص 1 ناقص 1 في ناقص سينس إكس زائد سينس لإكس. إذا في هذه الحالة غادي نبدأ نرتبهم على حسب الدرجات. سينس إكس مع جوج إكس هي 3 سينس إكس ناقص 1، وفعلا هو التعبير الموجود في الأعلى. إذا حنايا غادي نعتبرو بحال إلا من الأول ماشي معرفينش واش هذا هو كيلي إكس، وسنجد في نهاية المطاف أنه فعلا تساوي كيلي إكس. أمر بسيط هنا. حل في إيغ المعادلة. إذا سنستغل طبعا هذا التعميل هذا باش نحلو المعادلة بطريقة سلسة سهلة. إذا نحل طبعا في إيغ، لدينا إذا كيلي إكس، يعني لدينا كتابة كيلي إكس في هذه الحالة، لدينا 2 سينيس إكس ناقص 1 عامل 1 ناقص سينيس لإكس تساوي 0. إذا كنحل المعادلة ديالي، إذا 2 سينيس لإكس ناقص 1 تساوي 0 أو 1 ناقص سينيس لإكس تساوي 0. إذا هنايا في هذه الحالة 2 سينيس لإكس تساوي 1، أي أن سينيس لإكس تساوي 1 على 2، أو في هذه الحالة سينيس ناقص سينيس لإكس كتساوي ناقص 1. إذا أو سينيس إكس كتساوي 1. في هذه الحالة إذا بغيت نحل هذه المعادلة، إذا كنحلها بالطريقة العادية، إذا سينيس لي إكس واحد على جوج غنلقاها هو سينيس بي على 6. إذا نتذكر جيدا أنه إلى عندي سينيس لي إكس يساوي سينيس ألفا، فإن إكس تساوي ألفا زائد دو كابي، أو x تساوي p ناقص ألفا زائد دو كابي. في نهاية المطاف إذا هذا الشيء غادي نطبقوه في هنايا، كبحال إلا عندي معادلة أخرى، إذا p على 6 زائد دو كابي، أو طبعا x، إذا أو x تساوي p ناقص بي على 6 زائد دو كابي. باختصار بي ناقص بي على 6 هي 5 بي على 6، إذا 5 بي على 6. نفس الشيء هنا، سينيس إكس كتساوي سينيس بي سير دو، غادي نلقاو غير حل واحد ما عليناش نبينوها. إذا إكس كتساوي بي على جوج زائد كابي، أو إكس تساوي بي ناقص بي على جوج زائد عفوا دو كابي زائد دو كابي. إذا في هذه الحالة بي ناقص بي على جوج هي نيت بي على جوج، يعني نيت الحل اللي في الفوق
يعني يكفي انهم اخذوا حل واحد. وفي هذه الحاله كنلقاو عندنا ثلاثه الحلول، بي على 6، 5 بي على 6، ثم بي على 2. مزيان، اذا بي على 6، 5 بي على 6، ثم بي على 2. اذا ادرس اشاره كيلي اكس، اذا ادرس اشاره كيلي اكس على المجال موال بي بي. اذا باش ندرسوا الاشاره كنتعاملوا عادي بالطريقه اللي مولفين كنخدموا بها الجدول. اذا غنقيدوا الحلول هنا، اذا اكس كتساوي بي على 6 زائد دو كابي، و اكس تساوي 5 بي على 6 زائد دو كابي، ثم اكس كتساوي بي على 2 زائد دو كابي. اذا باش نبغيو نرسمو يعني ندرسو الاشاره مطلوب مني جدول الاشارات. فهاد الحاله انا عندي كيلي اكس على شكل تعبير، غنستغل داك التعبير باش ندير جدول الاشارات ديالي. اذا فهاد الحاله انا خدام في موال بي حتى البي، ثم عندي القيم عندي هنايا إلا لسينيس إكس ناقص واحد، ثم واحد ناقص سينيس لي إكس. طبعا في هذه الحالة إذا هنايا عندي كيلي إكس، عندي خصني نلقى القيم ديال الحلول في المجال ما بين موال بي أو بي، يعني أنه مثلا هذا الحل هذا كنديرو محصور ما بين ناقص بي او بي، وكنقلب على القيم ديال كا وكنعوضها كما كنا كنشوفو باش كنحلو في المجال. ولكن بما انني خدام في موال بي او بي، يعني جميع القيم غادي تكون كا صفر كا صفر كا صفر، غادي نلقى بي على 6، 5 بي على 6، بي سيغ 2. اذا كيجي الترتيب ديالها من الاصغر الى الاكبر في هذه الحاله هذه. اذا هنايا 3 بي، اذا غادي نبداو بي على 6 كتبع بي سيغ 2 كتبع سالك بي سير دو. اذا ملي حطينا هنايا هاد هنايا كنشوفو فين كيتقابل ليا هذا. اذا اثنان سينيس اكس ناقص واحد هو اللي عطاني جوج الحلول ديالو. شكون هما الحلول ديالو؟ الحلول ديالو هما 5 بي على 6 و بي على 6، وبالتالي هنايا فاش كتنعدم هذه، اذا هنايا فاش كيكون انعدام، اذا بي على 6 و 5 بي على 6، 5 بي على 6. ثم بالنسبة لواحد ناقص سينيس اكس تنعدم في بي سيغ 2، يعني إلا عوضنا بي سيغ 2 هنا غادي نلقاو واحد، واحد ناقص واحد صفر. ثم كنجبد، كتبقى مسألة ديال أنه فين كتنعدم وفين ما كان، يعني فين كتكون الإشارة سالبة وفين كتكون الإشارة موجبة. إذا هنايا طبعا زيرو زيرو وزيرو. إذا في هذه الحالة طبعا هنايا الى جينا كنحلو غادي نلقاو بشكل، ولكن ابسط مثال هو انه يمكن استعمال الاله الحاسبه باش نلقاو هذا المشكل هذا. بمعنى انه فهم هنايا لاحظوا، اذا هنايا مثلا انايا بغيت نعرف هذه الداله كي دايره الاشاره ديالتها هنا. اذا كناخذ مثلا شي قيمه ما بين ناقص بي و بي على 6، نقدر ناخذ مثلا 0. في هذه الحالة كاينة زيرو. إذا كنقول مثلا في هذه الحالة إذا جوج سينيس، إذا جوج سينيس صفر، إذا ناقص، إذا جوج سينيس صفر ناقص واحد، كنشوفو مثلا أنها سالبة، كنستنتج أنه هنا كاينة إشارة سالب. الأمر بسيط، إذا وتأخذ كل قيمة ما بين هنا وهنا وكتشوف عاوتاني بي على 6 بي على 2. إذا هنايا كاينة بي على 6، يعني انها هنايا كاينه 90 درجه، وهنايا كاينه 30 درجه. اذا نقدروا ناخذوا هنا بي على 4 بار اكزومبل، وكنشوف عاوتاني جوج سينيس 5 بي على 4 ناقص واحد، وكنلقى مثلا هنايا قيمه موجبه. نعم كتكون موجبه. وكناخذوا عاوتاني واحد القيمه ما بين 5 بي على 6 حتى بي، وكتعوضها هنا وغادي تلقى سالبه. بالنسبه لهنا ما محتاج انه تعتمد هذه الطريقه هذه، لانه ببساطه عندك سينيس، نعلم ان سينيس دائما كتكون هي محصوره ما بين واحد وناقص واحد، وبالتالي واحد يعتبر هو العتبه ديالها، يعني دائما واحد هو الاكبر،
واحد ناقص سينيس اكس دائما هو موجب، وبالتالي كتكون هنا موجبة 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 موجبة. وكذلك يمكن الى ما التبعتيش تلجأ للآلة الحاسبة، زائد مع ناقص ناقص زائد مع زائد 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 مع زائد 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 مع ناقص ناقص. وباختصار الى بغيت الحلول ديالي عندي كيلي اكس اكبر قطعا، يعني ما بغاوش صفر، اذا كنقول في هذه الحالة بي على 6 بي على 2 اتحاد بي على 2 5 بي على 6. نتمنى اعزائي ان هذا النوع ديال التمارين نفعكم مزيان، انكم استفدتوا. كان معكم الاستاذ جواد، دمتم اوفياء اعزائي التلاميذ، السلام عليكم.